الجمعية الدهيرية سي العسري، كيفاش هذا التظاهر هذه؟ كنحييك لأن قمت بهذه التظاهرات، وفهو يوم العالمي احتفال اليوم العالمي للمرأة، فالمرأة هي المجتمع ككل، وكيفاش كانت هذه الفكرة جات وكيفاش بورتها الأرض واقع؟ كيفاش كانت؟ كانت عندنا آخر المرتبة الأولى بان الدخول المرتبة الأولى هنا المرتبة الأولى والثانية والثالثة المرتبة الأولى نبيل أي تحمو أشبال أيوب أي تحمو أشبال مدينة أشبال نادي أشبال العرائش المرتبة الثانية المرتبة الثانية مروان بن الشيخ بن سليمان نادي أشبال العرائش خليهم يتنفسوا المرتبة الثالثة ريان عقراش المرتبة الثالثة نادي أشبال العرائش فهنا سيطرة واضحة لأشبال العرائش كنتمنى مسيرة ومن بعد غادي يصطفوا الإطار الوطني والمحلي والإقليمي والوطني